طريق الحرير والطريق المضاد الهند بديل الصين. في ثلاث مصطلحات، في مصطلح طريق الحرير، في مصطلح طريق الحرير الجديد، في مصطلح الحزام والطريق. اللي بيقرأ في هذا الموضوع يلاقي هذه المصطلحات. طريق الحرير اللي هو أول مصطلح، ده مصطلح قديم. من إمتى؟ من قبل الميلاد، من سنة 200 قبل الميلاد فيما يسمى طريق الحرير. إذا بنتكلم على أكثر من 2200 سنة طريق الحرير. خد هذه الشهرة ليه؟ لأنه طريق صعب. تخيل بقى أنت من 200 قبل الميلاد بدء شق طريق صعب جدا، وسط بقى وديان وهضاب وجبال، منطقة وعرة جدا. نتيجة وعورة التضاريس أخذ هذا الطريق شهرة كبيرة، ثم نتيجة التجارة الضخمة والعملاقة في عصور سابقة أخذ مزيد من الشهرة. يبقى إذا شهرة طريق الحرير إن هو تاريخي قديم من قبل الميلاد، إن هو في مناطق وعرة جدا، إنه كان طريق مهم جدا للتجارة العالمية في آسيا. ده اسمه طريق الحرير. جينا بقى قريب وسمعنا عن طريق الحرير الجديد، اللي هو بقى إحياء طريق الحرير بعد نهضة الصين المعاصرة. الصين بقتش دولة عادية في العالم، إنما أصبحت دلوقتي قوة عظمى اقتصادية، رقم 2 في العالم بعد أمريكا، وقريب رقم 1 في العالم قبل أمريكا. لما بقت الصين قوة عظمى وعندها نهضة كبيرة، طلع موضوع طريق الحرير الجديد. إنما سنة 2013 رئيس الصين طلع وقال إن احنا هنعمل مشروع ضخم، ما استخدمش بقى مصطلح طريق الحرير الجديد ولا طريق الحرير القديم، إنما استخدم مصطلح جديد اسمه الطريق والحزام. يقصد بيه إيه بقى؟ يقصد بيه أضخم مشروع نقل ومواصلات في العالم، أضخم مشروع في هذا الكوكب، بنية أساسية عملاقة، طرق عملاقة برية وبحرية. الهدف تجارة الصين مع العالم. التجارة دي بتتكلم على تريليون دولار مبدئيا. ده أضخم شبكة طرق ومواصلات في هذا الكوكب الآن، اللي هو الحزام والطريق. أرقام خرافية، مسافات خرافية، مدن في البر ومواني على البحر، نتكلم على محيطات وبحار، بنتكلم على عولمة الصين أو رؤية الصين للعالم أو رؤية الصين لإدارة العالم. يبقى إذن من المصطلح القديم طريق الحرير إلى مصطلح طريق الحرير الجديد، ثم إلى مصطلح حزام واحد طريق واحد، أو الحزام والطريق، أو البعض بيقول الطريق والحزام. بنتكلم بقى إن بداية بقى المشروع ده مشروع ضخم جدا، أكبر شبكة نقل ومواصلات وأكبر شبكة تجارة في العالم. هذا المشروع يبدأ من مدينة اسمها تشونغشينغ. هذه المدينة في الصين هي وسط منطقة مزدهرة جدا، أعلى معدل نمو، سكان كتير جدا، مناطق حضرية كبيرة. من هذه المدينة إلى العالم، ده موضوع طريق واحد حزام واحد، من هذه المدينة أو هذه المنطقة في الصين تشونغشينغ إلى بقية العالم. زي ما قلت لحضراتكم إن هذا الطريق أو فكرته الأساسية في تفكير استراتيجي. الصين دلوقتي رقم 2 في العالم، بكرة تبقى رقم 1 في العالم. مين بينافسها؟ مين بيتضيق على اقتصادياتها وحركتها؟ الأمريكان. طب يتصرفوا إزاي مع الأمريكان؟ من أجل مصالح الصين ومن أجل مقاومة الضغوط الأمريكية. الأمريكان موجودين في بحر الصين الجنوبي، ممكن في لحظة الأمريكان يقفلوا بحر الصين الجنوبي، يا إما الصين تخش في حرب يا إما تلاقي طريق بديل. وحتى لو دخلت في حرب مع أمريكا هتقفل برضه بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا. طيب الصين عملاق الاقتصاد العالمي ده هيصرف منتجاته إزاي؟ واردات وصادرات. في هذه الحالة لابد من طريق آخر، عشان كده طلع هذا المشروع العملاق اللي هو طريق واحد حزام واحد. الفكرة فيه نمرة واحد الاختصار، إن مسافة مختصرة.
نمره اتنين ان الامن، ان لو اتقفل المضيق او البحر جنوبا هم يتصرفوا شمالا. نمره ثلاثه هدف جيوسياسي، يعني يتعلق بالجغرافيا السياسيه، ان قديما كان يقال الذي يسيطر على طريق الحرير يسيطر على العالم. تخيل بقى، مش طريق الحرير ولا طريق الحرير الجديد، انما المشروع الاسطوري حزام واحد طريق واحد. حضراتكم بتصور ده بهذا الشكل البسيط. التجارة دلوقتي من الصين إلى العالم بتيجي من هنا، إذا هنا الصين هي بتنزل كده لغاية المحيط الهندي، وبعدين تمشي تطلع تاني في البحر الأحمر، وبعدين بهذه الطريقة تروح على أوروبا. مسافة. الفكرة الجديدة كده، إن هيمشي مباشرة من الصين إلى تركيا إلى أوروبا، بدل بقى اللفة دي كلها، وطبعا ده هيؤثر على قناة السويس، بدل اللفة دي كلها هو ياخد الطريق المختصر ده دايركت بهذا الشكل. الطريق ده عبارة عن إيه؟ خط قطارات. يبقى آدي قطارات وخط عربيات وإنترنت، وبتتكلم على خطوط كهرباء، يعني مد خطوط الكهرباء. هيبقى فيه هنا أعمدة بقى للضغط العالي وأعمدة كهرباء، هيبقى فيه نقل كهربائي من هنا لهنا. يعني مشروع ضخم جدا جدا، هيبقى ماشي خطوط متوازية بهذا الشكل يطلع على أوروبا. بالتالي بقى الطريقة اللي كنا بنعتمد عليها اللي هي كده لغاية ما يطلع البحر الأحمر، وبعدين قناة السويس يخش البحر المتوسط كده، كل ده هينتهي لصالح، أو هيتراجع، مش هينتهي، لصالح هذا الشكل الجديد. الصين حضراتكم، ادي الصين تاني. ايه بقى المشروع ده؟ اما انه هيمشي بهذا الاتجاه الى تركيا برا ثم اوروبا، ده الممر البري. في ممر بري تاني كده للسعودية والخليج، يبقى هنا الخليج العربي. في بقى ممر بحري، هنا بحر الصين الجنوبي، هنا ادي البحر، بحر الصين الجنوبي. هيجي من المواني اللي هنا، يبقى ادي الصين اهو على المواني ديت، تطلع على المحيط الهادي، هنا بقى اليابان والمنطقة دي كلها، او يطلع على المحيط الهندي، يلف بقى هنا من الهند الصينية، فيتنام، لاوس، كمبوديا، المنطقة دي، يطلع بالطريقة دي. يبقى زي ما بتتكلم على خط بري اهوت الى تركيا واوروبا وألمانيا، وكله بقى هيمشي بالطريقة ديت، وخط يروح الخليج العربي، السعودية والخليج، ده بري وده بري، ممر بري وممر بري. وبعدين بحريا المواني تصل إلى المحيط الهادي أو تصل إلى المحيط الهندي. إذا بنتكلم بقى على شبكة، يعني مش بقى من الصين إلى ألمانيا، من الصين إلى الخليج العربي. هنا بقى الصين ترتبط بمحيطين، أدي المحيط الهادي وادي المحيط الهندي، وادي المحيط الأطلنطي بعد ما يعدي البحر المتوسط أو من خلال البلطيق ويكمل في هذا الاتجاه. يبقى دي عندك محيطين، وممكن تضيف محيط ثالث. هنا الصين مع ثلاث قارات، ادي آسيا وادي أوروبا وادي إفريقيا، من المحيط الهندي هيخش هنا على إفريقيا جنوبا، هيخش من أول جيبوتي والمنطقة إريتريا لغاية كينيا ويكمل في إفريقيا. يبقى الصين داخله كده من الخليج العربي اهوت، من الهندي الى افريقيا، من بحر الصين الى الهادي، ومن هنا الى اوروبا. اذا بتتكلم على ثلاث قارات. يبقى الصين بتشتغل مع القاره الاسيويه برا وبحرا، بتشتغل مع القاره الافريقيه عبر المحيط الهندي الى شرق افريقيا، بتشتغل مع القاره الاوروبيه بحرا ايضا وبرا عبر الممر البري الذي يصل حتى بحر البلطيق ويصل إلى كل شرق ووسط وغرب أوروبا. بنتكلم على شيء عملاق جدا. طب الأمريكان بقى بيفكروا إزاي في مقابل ده؟ الأمريكان كانوا بيفكروا في حاجة اسمها الرباعية، اللي هي أمريكا واحد، أستراليا اثنين، الهند ثلاثة، اليابان أربعة. الأربع دول يبقوا مع بعض يعملوا شراكة جديدة عبر المحيط الهادي، والاستثمارات بدل ما هي صينية، لأن كل الفلوس صينية،
في بقى في فلوس وفي أموال واستثمارات ضخمة جدا يابانية. يبقى اليابان مع الهند مع أستراليا مع أمريكا يعملوا طريق بديل مش منافس، بديل، إن هم يضعفوا المشروع الصيني العملاق اللي شرحناه ده اللي هو حزام واحد طريق واحد، ويعملوا بديل ليه. لكن الصين محظوظة بالرئيس ترامب. الرئيس ترامب قال مش معاكم، طلع من المفاوضات. الرئيس أوباما هو اللي كان مع هذه الفكرة الرباعية في مواجهة الصين، إنما الرئيس ترامب قال أنا مش معاكم، مش مصلحتنا، ودلوقتي الموضوع مجمد الآن. يبقى الرباعية اللي هدفها إنها تضعف الصين أو تخنق الصين أو تعمل بديل لطريق واحد حزام واحد أصبحت في عهد ترامب صعبة، لكن ممكن ترجع فيما بعد الرئيس ترامب. إذن ده وجه من أوجه الصراع الدولي الآن، وجه من أوجه صدام العولمة، وجه من أوجه صراع الكبار الصين وأمريكا. الصين من طريق الحرير إلى طريق الحرير الجديد إلى حزام واحد طريق واحد، ممرات برية وبحرية، ترتبط الصين بكل آسيا بكل إفريقيا بكل أوروبا بمحيطات وبحار بحجم التجارة حوالي 1 تريليون دولار. وبالمقابل أمريكا بتحاول تضيق على الصين في بحر الصين الجنوبي، ممكن قدام تقفله وتحاصر الصين تزقها شمالا، وممكن تعمل التحالف اللي كان بيقترحه أوباما إن الهند والأمريكان واليابانيين والأستراليين يعملوا البديل لهذا المشروع العملاق الصيني. هذا بعض مما يجري في العالم الآن، طريق الحرير والطريق المضاد.